ناجي يقول عندنا الإمام يخرج بعد الصلاة مباشرة، سواء في زمن كورونا أو في غير زمن كورونا، يريد نصيحة لأئمة المساجد يعني للمكث بعد الصلاة في المصلى. ناجي بارك الله فيك، طبعا سبق أنني قدمت نصيحة لأئمة المساجد في التزام السنة والهدي النبوي والنظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة خرج إلا لضرورة أو حاجة طارئة مثلا، وإنما كان يمكث في مصلاه، وكان يجتمع الصحابة حوله ويسألونه ويستفتونه ويتعلمون منه صلوات ربي وسلامه عليه. في صلاة الفجر كان يمكث في مصلاه ثم يسأل أصحابه هل رأى منكم أحد اليوم رؤيا. ولذلك بعد الصلاة سنن قولية وفعلية، أما القولية فمعروفة، الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر المعروف. وأما السنة الفعلية فالمكث في مكان الصلاة، ما يتحرك الإنسان عن مكان صلاته إلا لضرورة، إذا والله ضرورة أو حاجة طارئة مثلا. أما أن يكون الإمام عادته الدائمة الخروج من الصلاة مباشرة بعد السلام، فهذا لا يستحق الإمام في الواقع. إذا كان ما عنده ضرورة، ما عنده حاجة، وما عنده أي مشكلة، هكذا يقفز للذهاب إلى السوق، للذهاب إلى بيته، متى يتعلم الناس؟ هو قدوة، إذا رأى الناس الإمام اللي يمثل قدوة لهم يفعل هذا الشيء سيفعلون فعله. ولذلك يذكر الإمام وينصح، يبين له ويرشد إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.